هذه منطقة البلقان اللي تقع فيها البوسنة، يحدها البحر الإدرياتيكي. كل هذه الدول كانت ضمن دولة واحدة تسمى يوغوسلافيا. في عام 91 ميلادي انهار الاتحاد السوفيتي، أعقبه تفكك جمهورية يوغوسلافيا، فأعلنت العديد من القوميات استقلالها مثل سلوفينيا وكرواتيا. أيد وساند المجتمع الدولي كرواتيا وسلوفينيا في حق تقرير المصير، ولما طالب المسلمين في البوسنة بذلك الحق قالوا لهم أن لكم ذلك. حرضت أوروبا صربيا لاجتياح البوسنة ومنع المسلمين من حق تقرير المصير وأن ينشئوا دولة إسلامية داخل أوروبا. إذن جميع الشعارات اللي كانت ترفعها أوروبا عن العدل والديمقراطية والمساواة وحق تقرير المصير ما هي إلا شعارات فارغة. في صباح أحد الأيام من عام 92 ميلادي، فوجئ البوسنيون بالقوات الصربية تقصفهم بشدة من فوق هذه التلال، وبدأ حصار المسلمين في سراييفو، أطول حصار عرفته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. استمر الحصار 1400 يوم، تخيلوا. زي ما يظهر في الصورة، سراييفو تقع بين عدد من الجبال والتلال يسهل محاصرتها، وهذا ما قام به الصرب. حاصروهم من هذه التلال وبدأوا بقصف شديد لكل من يتحرك في سراييفو، قطعوا عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء، وبلغت الروح الحناجر، إما الاستسلام وإما أن يجدوا لهم طريقة. المجتمع الدولي خذلهم، أوروبا خذلتهم، العالم الإسلامي خذلهم. المنطقة الوحيدة اللي كانت ما تستهدف بالقصف هي المطار الموجود أمامي، كان يخضع للقوات الدولية، ولكن بين المطار وبين العاصمة سراييفو حقل من الألغام، ويقصفونهم من هذه التلال ليل نهار. إذن هنا الحياة وهنا سراييفو الموت، كيف هي الطريقة؟ عشان نعرف حجم المعاناة، الجنرال راشد كان موجود في المطار ويحاول يدخل العاصمة سراييفو، المسافة 800 متر أو كيلو، عبرها في 6 أيام. قبل أن تندلع الحرب، خرج أحد البوسنيين من بيته إلى عمله قرب المطار، وحدث الحصار. سنتين ونصف وهو محجوز، ما قدر يرجع لعياله. مع الخوف واليأس والجوع والإحباط، جالت فكرة في ذهن الجنرال راشد. الفكرة هي حفر نفق من منطقة الحياة في المطار إلى منطقة الموت في سراييفو. اجتمع بعدد من المهندسين وعرض عليهم الفكرة، قالوا له شبه مستحيلة تنفذ هذه الفكرة لوجود منطقة مياه تحت الأرض والنفق معرض للانهيارات، ولكن إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. قرروا أن يبدأوا العمل، ولكن أين نقطة البداية؟ فاختاروا أحد هذه البيوت كي يبدأوا منه، يعملوا خفية في الليل، يحفرون ويتوقفون في النهار حتى يصلون إلى منطقة وقع الخيار على هذا البيت لتبدأ منه المهمة المستحيلة، حفر نفق الحياة. كان البيت المسنة بوسنية اسمها أمشيدة، كان لابد يشوروها في الأمر. دخلوا وعرضوا عليها الفكرة، وافقت فورا ولكن بشرط. إيش تتوقعون شرط العجوز؟ شرطها أن تقوم بخدمتهم حتى ينتهم من مشروعهم. الله الله على هذه النفوس المؤمنة. فكرة النفق الوصول من سريف المحاصرة إلى المنطقة اللي خلف المطار ما هي واقعة تحت الحصار. هذه صورة الأبطال اللي حفروا المشروع، غالبيتهم مات في المشروع، وكانت أدواتهم بدائية بسيطة. الآن رسميا داخل نفق الحياة تحت العاصمة سراييفو. كانت تواجههم مشكلة في الحفر، نقص الأكسجين، كيف تعاملوا معها؟ كان ينزل شخص واحد يحفر لمدة 5 دقائق فقط، يحفر 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 ويطلع أساس ما يموت اختناقا، ويكملون على كذا. نجحت المهمة المستحيلة، نجح نفق الحياة. في أول يوم فقط عبر من هذا النفر 4000 إنسان، ودخل 12 طن من المؤن ومن الأسلحة، مما أتاح للبوسنيين استمرارهم في مقاومتهم. استمر هذا النفق شريان الحياة يخدم المسلمين في العاصمة سراييفو لمدة 2 سنين، استخدموا أكثر من 2 مليون إنسان. هذا السياج الموجود هنا يحطوا عليه عربات عشان يسهلون مهمة الانتقال، فصاروا ينقلون المؤن والعتاد والسلاح والجرحى من وإلى سراييفو. أثناء عملية الحفر في بيت المسنة البوسنية أمشيدة، سقطت قذيفة في هذا المكان بالتحديد، ذهب ضحيتها 9 من البوسنيين اللي يحفرون. تذكرون البوسني اللي طلع من بيته إلى عمله حول المطار ووقع الحصار وما قدر يرجع لأسرته؟ بعد أن نجح نفق الحياة عاد منه إلى أسرته، ترك ابنه عمره 2.5،
رجع لقي عمره 5 سنين، ألا يستحق أن يسمى نفق الحياة؟ هذا فيديو حقيقي بعد افتتاح نفق الحياة. شوف المياه كيف كانت تغمرهم، مهمة مستحيلة. هذا تصوير حقيقي بعد افتتاح نفق الحياة. هذه هي العجوزة ومشيدة، شفتوها؟ شوف تساعد ال رفضت تترك البيت رغم أن المنطقة تحت القصف ومات ناس كثير أمامها. شوفوا يحفر مو قادر يتنسم لقلة الأكسجين. هذا تصوير حقيقي، شوفوا المياه كيف تصب عليهم في النفق، مهمة صعبة جدا. الحين ينقلون المؤن بعد افتتاح النفق. طبعا هذا خارج النفق، أنا مشيت في النفق. النفق ما تقدر تمشي براحتك، لازم تمشي مدنك. أحرق الصرب العاصمة سراييفو بالكامل، قتلوا خلال 3 سنوات ونصف 250,000 بوسني. لم يقتل البوسنيون في البوسنة، الإنسانية هي التي قتلت على تراب البوسنة.